عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين ولقاء أخوي جامع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد في الصين. كمان معانا أن الحكومة نفت تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على بطاقة التموين. تعالوا نتابع أخبار تانية من اللي حصلت امبارح في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة للصين خلال الفترة من 28 ل 31 مايو 2024، شارك خلالها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني. امبارح وفي لقاء اتسم بالود والأخوة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة على هامش منتدى التعاون العربي الصيني ببكين. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللي نفت هذه الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير عن الجلسة 18 من المنتدى الفكري اللي تم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لبحث سبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.